قيمه نجفيه عراقيه اصليه، شغل ابراجي. اليوم نحن ببيت اخي ابو مران وعم نعمل لكم قيمه من وين؟ نجفيه. نجفيه على الاصول. يلا هلا تابعوا الفيديو. هلا اول شيء هون في عنا حمص منقوع من قبل ومسلوق مع لحمه، لحم عجل ولحم خروف، صح عمي ابو مران؟ مظبوط. وفي بصل بس عم ينسلقوا سلق بس هيك، ما في زيت ما في دهن ما في شيء. لا خلين ليه اللي تبع الخروف، اما دهن ثاني زيت او شيء ما في. هيك شيء خلين فد شيء بسيط بس بالبدايه عمود البصل. عشان تحمس البصل. اي بس البصل ما يتكرمل. ما بتكرمل شيء، انه بس شوي مو يعني شويه هوايه. شويه بنحمس البصل شوي وبعدين بتنزل عليهم باللحم يمكن، وبعدها بتنزل بالحمص وبتسلقهم. شوفوا شوفوا اللحمه ما شاء الله رايحه نيفه. اللحمه قد ايه صار لها هي ابو مران على النار؟ تقريبا 7 ساعات. 7 ساعات ما شاء الله على النار هاديه. وهلا نحن عم نصفي المي تبعها. طب هي المي ما حنستعملها؟ بعدين نستخدمها. ايوه لها استخدام يعني. اي طبعا. هلا لازم نستخدم. نصفيها من المرق هذا وبعدها نستخدمها. ايوه ندرخها بعدين قبل ما نضيف المي ندرخها، هسه نصفيها على مود ندرخها. بتعرفوا شو يعني ندرخها؟ هلا بتعرفوا شو يعني ندرخها بعد شوي. بس الروايح شغل ابراتب يعني. هذا اليوم مو طبخي، ها طبخ ابو مران اليوم. مو بتدق ودق صح؟ ما هيك عمي ابو مران؟ إيه. بنحط اللحمه هيك للقاع وبنسحبها هيك وندرخها هيك بنسحب هيك. يا رب. طب اذا دقيناها دق شو بيصير؟ مو هاي اللحمه حتى تصير بيها خيوط لازم تسحبها سحب. أيوة. من تدقها راح تمرد اللحمه بعد ما راح تصير بيها. أيوة. خيوط يعني. صح. إذا دقيتوها للحمة ما بتعود فيها شعيرات، بتصير مخبوصة خبص يعني. هي عادة القيمة تنطبخ بالمناسبات. بالمناسبات الدينية، بالمناسبات الاجتماعية.